الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة. يعني من أصول الإيمان التي يجب على المسلم أن يؤمن بها الإيمان بالميزان يوم القيامة. فإذا كفر الإنسان بالميزان ولم يؤمن به كان كافرا، لأنه من أصول السنة ومن أصول الإيمان أن يؤمن الإنسان بالميزان يوم القيامة. يعني هذا الميزان يكون يوم القيامة. ومن الأدلة على إثبات الميزان، وهي كثيرة جدا، قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سورة الأنبياء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وهذا من أوضح الأدلة على الميزان. وقوله تعالى: فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقوله تعالى: باقي الآيات كثيرة جدا، لكن من أوضح الآيات: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونؤمن بأن هذا الميزان له كفتان. ومن الأدلة من السنة أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا يا ربي. قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبعة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه الترمذي وحسنه من رواية أبي سعيد، أو هو من رواية أنس. طيب. وأيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن نوحا لما حضرته الوفاة عهد إلى ابنه الوصية فقال: أي بني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة في فلات من الأرض أو في فلات لضمتهن لا إله إلا الله. وأمرك بسبحان الله وبحمده فإنها تسبيح الخلائق وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. حديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. والأدلة كثيرة جدا على إثبات الميزان. وأنكر الميزان الجهمية والمعتزلة قديما، وأنكره الإباضية وجماعة الإخوان المسلمين حديثا، كما أنكره سيد قطب، أنكر الميزان وأنكر العرش، عرش الرحمن، وأنكر الاستواء
لأنه أصلاً سيد قطب جمع دينه من كتب الجهمية والمعتزلة والفلاسفة أهل الكلام، ومن كتب اليهود والنصارى، ومن عقيدة الخوارج والصوفية كالحلاج وابن عربي، فكون دينا باطلا اعتقده واعتقدته بعده جماعة الإخوان المسلمين. فهو من الذين أنكروا الميزان، والذين أنكروا الميزان كالمعتزلة ومن سار على دربهم أول الآيات التي جاءت في إثبات الميزان، وكذا الأحاديث التي أثبتت الميزان، وقالوا كلها معناها العدل، وليس هناك ميزان حقيقي يوم القيامة. قالوا الميزان يعني العدل. طيب ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يكون يقول العدل، ما يقول شنو؟ الميزان. وكما جاء في السنة أن الميزان له كفتان، يعني ميزان وبصفة يعلم عظمها الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: ونؤمن أن الأعمال توزن، الأعمال توزن، كما قال تعالى: فأما من خفت موازينه فأمه، وأما من خفت موازينه فأمه هاوي يرحمك الله. اتفق أهل السنة على أن الأعمال توزن. قالوا: وكذلك توزن الأجسام، يعني يوزن العمل والأعمال وتوزن الأجسام والعاملون نفسهم. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح البخاري، قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله من سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث في البخاري. يعني توزن الأعمال ويوزن شنو؟ الشخص نفسه. وقصد بالرجل العظيم السمين يعني الكافر مش المسلم، يعني في هذا الحديث. وقال بعض العلماء: وتوزن أيضا الصحائف، ودليل ذلك حديث البطاقة الذي هو عند أحمد في المسند، حديث طويل معلوم عندكم: ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة، وتوضع تلك السجلات في الكفة الأخرى يعني من الميزان، فتطيش لا إله إلا الله بالسجلات. إذن توزن السجلات أو الصحائف، وتوزن الأعمال، ويوزن العاملون يعني الأجسام والأشخاص. وأيضا من الأدلة على أن الأشخاص يوزنون حديث عبد الله، قصة عبد الله بن مسعود لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليتناول عود أراك من أعلى الشجرة، فصعد ابن مسعود إلى أعلى الشجرة، فجاءت الريح فأخذت ببعض ثيابه فبدت ساقاه، فضحك بعض الناس تعجبا وليس سخرية من دقة ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ هو الذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان عند الله يوم القيامة من جبل أحد. ده ما ساقين أي زول، ده ساقين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فإذا توزن أيضا شنو يا جماعة؟ الأجسام، وكذلك الصحائف،
أو السجلات وكذلك الأعمال. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي من أصول السنة ومن أصول الدين والإيمان. أيوة. والعاملون ذكرنا حديث عبد الله بن مسعود. لا، والعاملون من الأجسام يعني. نعم، ذكرنا الدليل حديث عبد الله بن مسعود الآن. وكذلك يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، معناته هو ذاته يوزن، العامل ذاته يعني الجسم. أيوة. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. نعم، لا نجادل في هذه الأمور من لا يريد الحق، وإنما قصده المجادلة فقط، وهو لا يريد الحق ولا يريد الدليل فيعرض عن الأدلة ويرد الأدلة، فهذا لا تجادله. وليس من السنة ولا من الدين أن تناظر أو تجادل من لا يريد الدين ومن لا يريد الدليل، اللهم إلا إذا كان من ورائه أناس تطمع في هدايتهم، وكان لك علم صحيح بالكتاب والسنة وعلم بشبه هؤلاء القوم، وكانت هناك مصلحة راجحة من مناظرتهم فهنا يناظرون. أيوة. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به طيب التصديق. وأن الله تعالى وأن الله عز وجل يكلمنا يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ومعنى ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني بلا واسطة، يعني بلا واسطة يكلمه الله سبحانه وتعالى كل واحد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فيكلمه الله ويحاسبه ويقرره بذنوبه التي عملها في الدنيا. هذا أيضا من أصول السنة، نؤمن به ونصدق به، واجب أن نؤمن بهذا ونصدق به. أيوة. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة. نعم، الإيمان بالحوض، نؤمن أيضا من أصول السنة أصول الدين أن نؤمن بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر يعني مربع، والمادة التي فيه داخل الحوض هي التي تسمى بالكوثر، ويصب فيه ميزابان، والميزاب يعني السبلوغة دي، ده الميزاب، الميزاب يعني شنو؟ سبلوغة، لكن طبعا ما قدر دي، لكن الميزاب وجنا يا جماعة السبلوغة، عندنا احنا بنسميها هنا في البلد السبلوغة، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وعدد الكيزان التي فيه كعدد نجوم السماء. من ش... نعم. طيب وقفنا وين هنا اليوم؟ طيب، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ودي جابوها ناس جارية الدار، قالوا دي في قبة عبد المحمود نور الدايم، طلع موية من جوا، قالوا الشيخ طلع موية، من شرب منها شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وده كذب يا جماعة، ما في موية في الدنيا من شرب منها شربة لا يظمأ بعدها أبدا، حتى ماء زمزم، وهي أفضل ماء على وجه، خير ماء على وجه الأرض،
وهو الماء المبارك ما زمزم، ما فيه الكلام لأنه من شرب منه شربا لم يظمى بعدها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام شرب مما زمزم مرات ومرات، وبعد ذاك كان يظمى ويشرب من غير ما زمزم في الحروب وفي المغازي وفي غير وفي غير وفي الغزوات وفي بيته وفي كل مكان. فده الناس كذابين دجالين، مو يتقال عبد المحمود نور الدايم، ده كذب. ودي كلها أمور يا جماعة بيأكلوا بها أموال الناس بالباطل، يبنوا قبة. وبالمناسبة بناء القباب غالي جدا، دي معلومة تعرفوها، القبة بالذات اللي بيبنوها مسلحة دي بنيانة بمليارات. أنا سألت واحد مهندس قال لي الشكل ذاته المخروطي ده عشان يجي تمام قال لي ده بيكلف قروش كثيرة، ممكن تبني جامع عادي. فبيبنوها ويخسروا فيها ما ساي، لأنه بتجيب عايد، جيب قروش. هنا ساوين مطرطشات بيرموا الذهب هنا في القبر، تقول الشيخ شغال سايق وبيرموا القروش، وفي ناس بيجيبوا بيهدوا البهايم وبيهدوا عربات وبيهدوا شنو للشيخ الميت. فبتجيب دخل أكبر من الخسارة اللي خسروها فيها. ده الغرض من بناء القباب، ما في غرض تاني. بعد ذلك بيغشوا ناس، بينسوا حوالينا شنو أكاذيب وإشاعات في الحلة، يقول لك الشيخ طلع شنو برا القبر وتكته مرقت برا وما عارف ليك شنو. فالناس بعد دي يزيعوا الأمور دي في الحلة، يقولوا ده ولي كبير، حتى خلاص القروش بشنو بتجي. الغاية من الشغل ده كله المال، الغاية من هذه القباب هو جمع الأموال. أما ينسوا الخيالات والخزعبلات عشان يكسبوا الزبائن، يقول الشيخ ده بيستجيب الدعاء والشيخ ده بيسوي، بل قالوا زورته حجة ورؤياه عيد، يعني زيارة قبر الشيخ تعدل شنو حج بيت الله الحرام ده هنا. أما هناك قالوا زيارة قبر الشيخ تعدل ألف حجة لبيت الله الحرام، ديل الرافض الشيعة كمان قالوا قبورهم ده براو. قالوا إذا زرت قبر الحسين، والحسين ما في هناك عندهم بالمناسبة، ما في خالص، قالوا لو زرته يعدل ألف حجة لبيت الله الحرام. معناته شنو؟ معناته ما تحج أصلا، ما تمشي الكعبة وتتعب وتخسر هنا، ما في، تمشي هنا بس. وديل الصوفية حقنا المساكين ديل قالوا زيارة قبر الشيخ تعدل شنو حجة واحدة. وبرضو جفي في رواية عندهم الصوفية عندنا قالوا زيارة قبر الشيخ تعدل سبع حجج، وينسج حوالينا الأباطيل. وأنا والله في عهد الكيزان بعيني دي شفتها، كنا مسافرين على جهة الشندي مرينا بالكباشي، شفت واحد مسؤول وزير أو والي جايب الهليكوبتر، احنا ماشيين بالعربية تحت والهليكوبتر وطت شايف فوق السرعة ونازلة، خلاص نزلت عند قبة الكباش من الخرطوم جايبينه بهليكوبتر. شوف الافتراء ده كيف، عشان يزور هناك الشرك والكفر بالله عز وجل بهليكوبتر. نزل، أنا بعين بيني، نزل في الساحة اللي قبل قبة الكباش دي، وجابوا له لاند كروزرات صف صف كامل جديدة كلها، ركبوه فيها وركبوا معاه والعصابة اللي معاه، وطوال يدور وخشوا على القبة. والله كلام ده شفته بعيني. ولا وزيارة الكريدة بتاعت البرعي وشفع بتاعينه ديل، ديل لما نيجوا من الزريبة للكريدة ما بصوروها بالواطة بس، بصوروها بالطيران من فوق، يعني التصوير يأجروا له طيران ويجيبوا الطيران بتاع الدولة يسخروا له الصوفية ديل الوقت داك ويصوروا من فوق، تلقاه في اليوتيوب تصوير زيارة الكريدة السنوية بالطائرات. وبعد ده الناس يقول لك جعانين وما لاقين الدقيق وما لاقين غيره، يا هو شايلين القروش يا جماعه ديل، دي بلاوي. وكيف الامه تتقدم اصلا اذا كان اي عربيه الا من رحم الله، بالذات الشاحنات الكبيره المكاشفه ابو عمر الكشيف يا منو يا ود بدر يا فلان، ناس بيحاربوا الله عديل كده، حرب في أسوأ وفي اكبر معصيه عصي الله بها على وجه الارض، الشرك بالله والكفر بالله. وشوف ربنا ما بيدمر الأمم وبيجوع البشر ديل إلا لمن يشرك بالله. الذنوب الثانية ممكن ربنا يغفرها لك حتى لو كبائر، ممكن ربنا يغفرها لمن يشاء، لكن الشرك بالله لا يغفره الله للإنسان إذا مات عليه. ده هو اللي بيجيب الجوع والبلاوي
والعذاب والخسف الشرك ده بدليل القرآن. ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني لما أشركوا. شوف لما جاء الشرك ده حصل شنو يا جماعة؟ حصل الدمار والهلاك. قابيل قتل هابيل ابن آدم، قابيل قتل هابيل، ربنا ما دمر الناس اللي كانوا موجودين على قلته. ولحد ما جزم النوح وعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، حتى ودعاهم نوح 950 سنة للتوحيد ما استجابوا، ربنا غرق الأرض كلها لأنه عبدوا غير الله. قبيل لما حصل قتل ربنا ما دمر الناس اللي كانوا موجودين، لكن دمرهم بتين لما حصل الشرك. عشان كده ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما شنو؟ لما ظلموا، لما حصل الشرك ده حصل الدمار والهلاك. وقال تعالى أيضا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني وهي مشركة. الهلاك بيجي مع الشرك يا جماعة. عشان كده الآن الدعاة للتوحيد ما تضيع زمنك كثير كلام في سياسة ولا غيره. يا ناس ادعوا الناس للتوحيد، كل ما الحالة تضيق وصفوف البنزين وما عارف شنو أزمة الجاز وأزمة الدقيق والناس جعانين والحاصل والحاصل، أعرف إنه في نقص في الدعوة إلى شنو يا جماعة؟ التوحيد. ما تضيع زمنك والموجة تجرفك، كلامك كله يبقى سياسة. لا، أنت داعي التوحيد، والبصلح الأمة دي الدعوة إلى التوحيد. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا يعني وحدوا، لأنه ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. والظلم فسر النبي عليه الصلاة والسلام بشنو؟ الشرك. فجاء الشرك مقابل الإيمان، والبكون مقابل الشرك هو شنو؟ التوحيد. يعني الإيمان معناه التوحيد. واتقوا، التقوى دي ما بتكون إلا باجتناب الشرك وبتوحيد الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ده التوحيد ولا ما التوحيد؟ لعلكم شنو؟ تتقون. يعني التقوى ذاتها ما بتكون إلا بتوحيد. إذا قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، اللي هو شنو؟ لو وحدوا الله. يبقى المشكلة الاقتصادية الليلة علاجها وين؟ في التوحيد يا ناس، والله علاجها في التوحيد. يا أخي أهل القبة بدل بيتنافسوا وتشاكلوا في البيت الواحد، تلاقوا مشوا من القبة لأبوهم كبيرة يلقوا الزيارة فيها والقروش بتجمع في اليوم كم مليون، دهيل يقوم يعملوا قبة لخالهم برضه، شفتها؟ ويعملوا أكبر من ديك. شرك، تنافس في الكفر وفي الشرك بالله. والناس قاعد دعاة إلا من رحم الله قاعدين يتفرجوا. أنا بتعجب داعي يكون قاعد في محل فيه قبة أو فيه قبب وما شغال توحيد. يا أخي هنا في قريب هنا، أنت ماشي على جبل أولية، في قبب على يدك اليمين كثيرة كده في مسجد. هسه قبل أسبوع ولا واحد حكى لي، هسه قريب ده واحد بيشرب بانجو ليل ونهار في الحلة دي، مشهور بالكلام ده ومخدرات. شاب طالع لهم اختار أكبر قبة، هو كم قبة؟ اختار أكبر واحدة وأتخن واحدة وحقت أكبر شيخ عندهم بيعبدوا، طالع لهم فوق مسك في الهلال. قال لهم مش قلت الشيخ بينفع بضر؟ خلينا نزلني من قبة ده ساعة. والله وعظ الحلة كلها. وأكثر زول مشهور بتاع مخدرات، أنا بعرف الحتة دي والزول الحق عليه. طلع قال لي مسك الهلال في أتخن فكي فوق وبيجي يدق القبة بكراعه من فوق. قال لي يا أبوي الشيخ أنت مش بتنفع الضر، أتحداك. قال لي نزلني بس من فوق راسك أنا راكب فوق. جابوا الشرطة والثلاث ساعات وجرونا الزلو. قلت له والله ده أفضل زول في القرية دي، أنا غايته في ما أعلم وما بعلم أحسبه، ما أعلم القلوب ده أحسب والله عزيزه أفضل زول في القرية دي. فإذا كان ده زول دعاهم، أنت زول داعية وتحفظ شيء من القرآن وتحفظ القرآن كله، خلي ده همك. إذا داير الأمة تنصلح ده همك. أهو دي السعودية دي لا فيها موية صالحة للشرب، لا فيها زراعة، لا في شيء ولا شيء. لما أزالوا القباب والأضرحة ودعوا للتوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود، عرفته؟ من وأزالوا معالم الشرك من القلوب أولاً،
ثم من الوجود ثانيا ربنا فتح لهم فجر لهم أنهار البترول، بل يروي بعضهم قالوا عندهم مناطق فيها بترول ولا بيحفروا بترول في ظاهر الأرض برا كده. ده التوحيد. نحن هنا ساكنين حي الجرف والله 30 يوم المويه بتقطع، رمضان قبل فات ده 30 يوم انا حاسيه بتقطرك المويه ما جات قطعت اول يوم، جات يوم 30 رمضان اللي هو سبحان العيد تقريبا. معقول يا اخي اسمه حي الجرف؟ ها بلاوي، لانه شرك عجيب وبلاوي الخير فيه لكن الشرك كثير يا جماعه، بالذات في بلدنا دي ومعظم يا اخي مصر دي قبة احمد البدوي الصوفي المجرم، وده دول مجرم اصلا في تاريخه، دول مجرم مجرم كبير. ده بيزوروا في السنه عدد الزوار 3 مليون صوفي، والحج السنه دي للكعبه كان 2 مليون ونص اللي اعلن عنه رسميا تقريبا في السعوديه. 3 مليون صوفي يحجوا قال لقبر احمد البدوي، 3 مليون صوفي. بعدها يا اخي هل يجوز لداعيه شم ريحة التوحيد ما يجعل ده همه الأكبر؟ يجعلوها مواضيع تانية وبلاء ومواضيع ذاتها ما تستحق ذاته، وجاي طين وقايمين وقاعدين في مواضيع يا أخي مواضيع ما تستحق ذاته، والله في مواضيع هي ما من الدين ذاته جوه تساقط. والله ربنا يسأل الدعاة من الكلام ده، يسألنا كلنا. ربنا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. معليش أنا طولت، أنه الكلام ده مهم جدا. أيوة. ترد عليه أمته وعرضه، يعني على الحوض ترد أمته، لكن يزاد عنها عن الحوض أهل البدع يصدون عن الحوض، كما جاءت الأحاديث في البخاري وغيره. قال بينما أنا واقف عند حوضي فإذا أناس بأمتي عرفتهم، قالوا كيف عرفتهم يا رسول الله؟ قال أعرفهم غرًا محجلين من آثار الوضوء. والتحجيل يكون في اليدين وفي الكرعين، والغرة تكون في الوجه أعلى الوجه أعلى الوجه من آثار الوضوء. قال فإذا برجل قد أخذ بهم إلى ناحية، قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. وفي رواية قال أقول أصحابي أصحابي، وديل أهل البدع ساقوهم ودوهم هنا يا جماعة النار. الشيعة عندهم شبهة هنا في الحديث ده تحديدا، قالوا إذن الصحابة بيمشوا النار، لأنه في رواية صحيحة قال شنو؟ أصحابي أصحابي. قالوا إذن الصحابة بنص الحديث بتاعكم يا أهل السنة ماشيين وين؟ النار. ماشيين النار. والجواب على هذه الشبهة صح، قال النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، ولكنه لا يعلم الغيب. وقد قيل له إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم أو مذ فارقتهم. إذن دي الصحابة. قول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي ظن أنهم ظن أنهم من أمته، وقوله أصحاب أصحابي أصحابي قالوا له إنهم لم يزالوا مرتدين في رواية. إذن ديل كانوا آمنوا وارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يعلم الغيب. وهذا من أدلة أهل السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. والذي ارتد هل يسمى صحابي؟ في الاصطلاح الشرعي ما يسمى صحابي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يعلم الغيب ظن أنهم ماتوا على الإسلام والصحبة، فقالوا فقالت له الملائكة إنهم المرتدون الذين ارتدوا بعدك يا رسول الله. هذا معنى الحديث. ولهذا جاء في رواية ثانية قال أصيحابي ولم يقل أصحابي، أصيحابي أصيحابي على التصغير على التصغير. إذن هؤلاء قال بعض العلماء كما نقل النووي في شرحه لمسلم قال هؤلاء الذين ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ماتوا على الإيمان، فلذلك قال أصحابي أصحابي. وقال النبي أصحابي لأنه لا يعلم الغيب، فقيل له هؤلاء ليسوا بأصحابك، إنهم هم الذين ارتدوا بعد وفاتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر. نعم، نقف لحد هنا لأن مسألة عذاب القبر فيها شبهات للمعتزلة والترابي وجماعته، فنناقش إن شاء الله الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.